بسم الله الرحمن الرحيم. هسه نرجع نكمل باقي التكستات، لان هذني مثل ما تعرفون هاي الاسئله الموجوده هنا الاجوبه مالها والاسئله مستخرجه من السكشنات الثري الاي والبي والسي، فلازم نقراهم ثلاثه لان كل سؤال موجود بمكان. هو الخلاصه من القطعه هاي الاسئله مثل ما قلنا هاي اللي راح تجي بالامتحان نصا، اجوبتها موجوده مترجمه بالملزمه، موجوده الاجوبه، وقد يصير تغيير شويه بالسؤال يعني جعلها شكل فراغات ترو فولس، المهم هو نفس الفكره. وشي ثاني مثلا هسه هاي القطعه احنا من نقراها مو القصد انه مثلا راح نمتحن بها بالصف او كذا، يعني اولا شويه قراءه الطالب شويه يتعلم القراءه، قطعه الريدنج مثلا بالامتحان الشفوي نطلب منه يقرا إله يعني يتعلم القراءة ويشوف شنو معاني الكلمات هنا مثلا يستفاد بعض المعاني. القطعة هي reading comprehension يتعلم منها معاني، فهذا لا أكثر ولا أقل. ولأنه إحنا بالصف عادة يعني نكون مشغولين تدريس القواعد والوقت محدود مثل ما تعرفون، يوم واحد بالأسبوع ما يكفي، فلذلك سويت هذا الفيديو حتى شوية. وانتو كتب ما عندكم أيضا هم لازم تشوفون الكتاب، تشوفون هنا القطعة الكلمات مال القطعة الترجمة مالتها، وبعدين تروح من تجي تريد تحفظ الأسئلة، يعني الشغلة سهلة عليك هاي لا أكثر ولا أقل. نجي إلى بي. Dear Mike, thanks for your email. I am having a great time. هذا بلال اللي هو الشخص اللي زار مهرجان بابل، جاي يكتب لصديقه مايك، هذا بلال موجود وهنا مايك، يقول له Dear Mike, عزيزي مايك، Thanks for your email. شكرا للإيميل اللي أرسلته لي. I am having a great time at the moment. يعني أنا أستمتع بوقتي حاليا. We've got the Babylon Festival here. يعني يجري لدينا الآن مهرجان بابل. This month, هذا الشهر. So there is lots to see and do. لذلك يوجد الكثير مما أراه وأعمل. I've been هنا يشرح لنا شنو الأشياء اللي شافها في المهرجان، فيقول I've been to three plays، شاهدت ثلاث مسرحيات so far لحد الآن this week هذا الأسبوع، two of the plays were by Iraqi writers، اثنين من المسرحيات لكتاب عراقيين، they were both excellent، كلا المسرحيتين ممتازة، one was by a Lebanese writer، أحدها لكاتب لبناني، and had the famous Tunisian artist لطيفة in it، كان فيه الفنانة التونسية لطيفة موجودة. At one point في وقت من الأوقات she started chanting أخذت تردد a really popular poem قصيدة شعبية، and some people behind us بعض الأشخاص اللي كانوا خلفنا يجلسون joined in يعني أخذوا يرددون معها. My father got really annoyed. Annoyed يعني أصبح شنو ممتعضا أو مستاء منزعجا، هاي الصفة بعض وكو بعد وياها صفات راح ناخذهن موجودات كتاب النشاط نتعلم شنو معناها شلون نستخدمهن. فكان منزعج والدي بسببهم والذين، and told them أخبرهم to be quiet، طلب منهم يعني أن يهدأوا. I was really embarrassed مما جعلني محرجا. بعدين يقول I've also attended an interesting seminar، حضرت حلقة دراسية مثيرة للاهتمام، on the history of Babylon، عن تاريخ بابل، and how the festival came to be، كيف نشأ المهرجان. It had a lot of interesting videos، ويحوي على فيديوهات أو مواقع مقاطع فيديوية مثيرة للاهتمام، and pictures وصور that amazed me والتي أذهلتني. In fact في الحقيقة I actually bought اشتريت the documentary CD القرص CD الوثائقي documentary معناها because I knew my sister would enjoy learning more about the fabulous history of Babylon، لأنني كنت أعرف أن أختي تتوق أو ترغب في معرفة الكثير عن تاريخ مدينة بابل الأثرية. بعدين الأشياء اللي شافها أيضا إضافة إلى 3 plays والسيمينار الحلقة الدراسية، هنا يقول I have also been to a really photo
good photo exhibitions, معرض صور جيد. It's given me some brilliant new ideas, يعني أعطاني أو استوحيت منه الأفكار جديدة رائعة. I've decided, قررت, أنا كنت قد قررت. I want to be a professional photographer, أن أكون مصورا محترفا one day, في يوم من الأيام. So when the school holidays start, عندما تبدأ عطلة المدرسة, I am going to practice all day long. So فأقوم بممارسة التصوير طيلة اليوم with my new camera. Write to me soon, اكتب لي حالا أو قريبا بلال. وهنا يقول PS, ملاحظة, I am sending you a magazine article, هاي المجازين article اللي قرأناها قبل شوية, مقالة about Babylon Festival, عن مهرجان بابل, and a program of events, وهنا جدول العروض, برنامج العروض للأحداث, مثل ما نشوف هذا اللي عشان الجدول C, في Monday 5th of May, Monday الخامس من ماي at 3 PM, الساعة الثالثة مساء, وعلى الأرش Auditorium, قاعة العرش. In our eyes, بعيوننا, an exhibition, معرض, exhibition of the work of famous Iraqi painters, رسامين عراقيين مشهورين, سعاد العطار, علاء بشير, فهد حسن, وعبد القادر الرسام. في نفس اليوم 5th of May at 6 PM, في الساعة السادسة مساء, وعلى بابلون ثياتر, في المسرح البابلي, هاملت, مسرحية هاملت. بعدين يجي سؤال يقول ما الذي كان يعرض في 5th of May, هذا السؤال السادس. يقول what play is being performed, أي مسرحية كانت تعرض on Monday 5th, في الخامس من Monday. هنا الجواب هو هذه مسرحية هاملت, يعني راكي مسرحية هاملت المشهورة الكاتب العالمي شكسبير, ولكن بنسخة عراقية, يعني Iraqi version of the world famous Shakespeare play. في يوم الثلاثاء Tuesday 6 of May و 4 PM, الساعة الرابعة مساء, وعلى الأرش Auditorium, قاعة العرش, يعرض Behind the Veil, خلف الحجاب, an award winning film, فيلم حائز على جائزة, by Tunisian director فاطمة زهراء الهاني, للمخرجة التونسية فاطمة زهراء أو فاطمة الزهراء الهاني. هنا يقول وأيضا في 7 PM, في الساعة السابعة مساء, وعلى City Center Lobby, جناح مركز المدينة, Opening of New Eyes, افتتاح المعرض New Eyes, عيون جديدة, an exhibition of images, معرض للصور, of city life, لحياة المدينة, by young Arab photographers, للمصورين عرب شباب. هذه هناك تكون نهاية القطعة. شكرا.